أنت تفكر، يعني أنك تنمو، وأنك تنمو يعني أنك حي. دورة حياة هي دورة في طرق وأساليب علمية عملية لتدبر القرآن الكريم، لتكوني ممكنة وقادرة على التدبر عبر تعلم 9 طرق في التفكير والتدبر، تقدمها لك الأستاذة أمل الجامعية، تعطيك خلاصة 21 عام من الخبرة. دورة حياة هي دورة للنساء فقط، تقدم ببرنامج الزوم، وذلك لمدة 3 أيام من 14 مارس إلى 16 مارس لمدة 1.5 ساعة من التطبيقات، من 4:30 وحتى 6 مساء، بالإضافة إلى هدية مجانية، حقيبة إلكترونية متكاملة للتدبر بها تعليمات وشروحات يمكنك طباعتها واستخدامها مع من تحبين. اشترك الآن وكوني أنت أيضا من المتدبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الباقي الذي أضاء نوره الآفاق، ورزق المؤمنين حسن الأخلاق، وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على الصعاب والمشاق، نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الغاليات، سعد الله صباحكم وفجركم وقيامكم بكل خير، وعليكم السلام ورحمة والبركات. حبيبتي موزة، الله يسعدكم يا رب، وأعتذر على التقصير المرتين الماضيتين لظروف، رغما عنا جزاكم الله خير لسعيكم، أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل صالحا لوجهه الكريم. نسأله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما. أخواتي الغاليات، آخر مرة وقفنا عند الآية 29، فاليوم نكمل إن شاء الله عند الآية 30. سبحان الله، هذه من الآيات التي أحبها كثيرا في سورة البقرة، لها كذا خصوصية جميلة. الآيات القادمة اللي هي من الآية 30 إلى الآية 35، قصة خلق الإنسان والرسالة اللي يفترض الإنسان مبعوث لها، وكذلك حكمة خلق الإنسان، وما الميزات اللي الله سبحانه وتعالى ميز بها الإنسان عن غيره. يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 30، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى شاء، وإذا شاء قال كن فيكون، فخلق الإنسان، لكن هذا الإنسان شاء الله أن يجعله خليفة. خليفته ماذا؟ على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، وخليفة بمعنى أنه يعني يقوم بما أمره الله تعالى، وكذلك جعله سيدا على الأرض. لما أقول خليفة المؤمنين أو خليفة الناس يعني سيدهم. الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سأخلق سيدا. هذا السيد
أين يكون مقره في الأرض؟ طيب الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ سؤال ولعل يطرحه البعض، كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض؟ كيف علمت؟ كيف عرفت؟ فيه تفسيرين لهذا الأمر. الأول أنه قيل أنه أن الزمان أصلا مطلق، فالملائكة تعرف ما كان وما سوف يكون لأنها في الزمان المطلق، بمعنى أن الزمان ما له حدود. وأيضا في شيء آخر في الزمان، الزمان له دورة والدورة نفسها تنعاد، الزمان له دورة فتعيد نفسها. وقيل تفسير آخر أنه كان على الأرض أيضا بشر، ولكنهم كانوا ماذا؟ كانوا يفسدون في الأرض، فبناء على سلوكهم السابق، بناء على سلوك الإنسان السابق قبل أن يأتي اللي هو خليفة الله اللي هو بني آدم، فهم يعلمون ما سيفعل الإنسان بناء على ما كان عليه الإنسان سابقا. يعني في أقوام الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قبل آدم، هذه بعض التفسيرات. لكن هل يهمنا كثير هذا الموضوع؟ ما هو هذا المهم في الآية هذه؟ اللي يهمني إن الله تعالى شاء أن يجعل الإنسان خليفته في الأرض، خليفته أي سيدا على الأرض. طيب الخليفة يفترض له ميزة، الخليفة له ميزة، يعني أنا لما أحط إنسان يكون له خليفة يفترض إيش اللي يتميز به؟ لابد أن تكون لديه ميزات أفضل من غيره من الكائنات. يعني مثلا لو أخلي مثلا لو أنا عندي مؤسسة معينة إذا بخلي مدير عليها يفترض أن يكون مثلا أكثرهم علما، مثلا أكثرهم نفوذا، أكثرهم قيادة، أكثرهم تمكينا، أكثرهم يعني المهم أنه هو متميز، أكثرهم علما، متميز أكثر من غيره من الموجودين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهنا الفكرة ممكن يكون يعني مثلا لو أنا عندي مؤسسة وهذه المؤسسة فيها مجموعة أشخاص وأنا اخترت شخص معين، أنا صاحب الشركة هذه، اخترت شخص معين، هذا الشخص ممكن يكون يعني خلينا نقول ممكن يكون عصبي مثلا، لكن عنده علم، ممكن يكون عصبي لكن عنده علم، فتفوق بعلمه عن الآخرين ولذلك وضعته قائدة. طيب ممكن يكون عصبي، أيوه عصبي، بس في شيء ثاني هو يتميز به ما موجود عند الآخرين، وهو أنه عنده علم الإدارة، عنده علم الإدارة فيستطيع أنه هو يدير لهذه الشركة. الثانيين ما عندهم علم الإدارة. فإذا الإنسان الله سبحانه وتعالى ميزه بشيء، هذا الشيء ما موجود عند الكائنات الأخرى، ويظهر هذا الشيء في الآيات اللي بعدها. وهذا يخلي الإنسان يقف عند نقطة، يا أيها الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة. هذا يخليك ماذا؟ هل تتكبر على أمر الله أم تخضع لأمر الله؟ لما الله يقول لك أنا جعلتك خليفتي في الأرض، هذا التكليف،
هل يجعل الإنسان يفترض، يجعل الإنسان أنه هو يفترض أنه هو يفسد، ولا يفترض أنه هو يعتبر هذه مهمته على الأرض؟ أنت مهمتك على الأرض أن تكون خليفة الله على الأرض. طيب إيش وظيفة الخليفة أصلا؟ ما وظيفة الخليفة أساسا؟ لو أنا وضعت قائد في مؤسسة ما، إيش وظيفته؟ عشان يعرف الإنسان رسالته على الأرض، ما وظيفة الإنسان إذا كان خليفة الله؟ إدارة الإصلاح. نعم، إيش أيضا؟ يعني لو حطيته في مؤسسة معينة، الإنسان هذا حطيته هو المدير، إيش المفروض؟ الازدهار، النمو، الإصلاح، إذا كان في شيء فيها شيء من الفساد، النظام، المحافظة على النظام فيها أيضا. جميل، رائع. تعمير، طيب. في المقابل إذا كانت هذه وظيفته، وظيفة الإنسان على الأرض نشر السلام، إتمام المهام، رائع رائع رائع، يقوم على الشؤون. بالضبط، لو أنا كان عندي شخص وحطيته مسؤول، فيفترض إنه لو أنا حطيته مسؤول في هذه الشركة، إذا كانت في أشياء فاسدة يفترض إنه هو يصلحها، أيضا يعمل على نمو هذه الشركة، زيادة الأرباح، الإعمار، الإصلاح، إذا كان في خلافات يفترض إنه هو يصلحها، أيضا يفترض إنه يعمل على توسعها. هذه وظيفة الإنسان على الأرض. أنت وظيفتك أيها الإنسان على الأرض أنك تصلح ولا تفسد، أن تقوم وتؤدي المهام. في مهام مطلوبة منك، في مجموعة من الأمور مطلوب أنك أنت تنفذها، ما في أي مخلوق كائن آخر ينفذها، كل الكائنات تنفذ مهامها. إذن في المقابل عندك مهام، عندك صلاحيات. ما هي هذه الصلاحيات؟ اتخاذ القرارات. ولذلك الميزة دائما احنا نقول في حاجة اسمها أصحاب القرار، أصحاب التنفيذ. من أصحاب القرار؟ القرار اللي هم يكونوا في المرتبة العليا، اللي يكونوا أعلى شيء. فسبحان الله الذي ميز الإنسان وأعطاه القرار، أعطاه الاختيار فيتخذ القرار. فإذا من ضمن الميزات اللي يتميز بها خليفة الله على الأرض، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على الاختيار، في حين إنه الكائنات الأخرى ليس عليها سوى أن تنفذ، ليس لها من الأمر شيء، عكس الإنسان. طيب لماذا؟ الله سبحانه وتعالى جاعل في الأرض خليفة، فلازم يميزه، فميزه باتخاذ القرار. هل الكائنات الأخرى لها من الأمر شيء؟ لا، ما لها من الأمر شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا حق الاختيار، أنت تختار. والله سبحانه وتعالى أيضا أعطانا مساحة من الخيارات، يعني فوق ما هو أعطانا حق الخيارات، أعطانا أيضا وفرة من الخيارات، وقالنا إنه في خيارات سليمة وفي خيارات غير سليمة، في خيارات تساعد على الإعمار وفي خيارات لا تساعد على الإعمار، وقال له أنت اختار، وبناء على اختيارك سيحدث إما العمار أو الإعمار في الأرض، أو يحدث الفساد في الأرض، بناء على سلوكك وبناء على اختيارك. وأنا ما أجبرك، لكن في النهاية إذا حدث الإعمار كافأتك، وإذا حدث الفساد حاسبتك. شفتوا كيف؟ فالله سبحانه وتعالى جعل في الأرض خليفة، وقال إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك جاءت الآيات اللي بعدها، وعلم آدم الأسماء كلها، أعطاه البيانات، المعلومات، التفاصيل، الأشياء التي يحتاجها. إيش هي التي يحتاجها؟
ما يحتاجه الإنسان أن يعرف أسماء الله الحسنى ويعمل بها، لأنها أدوات العمل. أسماء الله أدوات العمل عند الإنسان، الأدوات اللي يعمل بها، يجب أن يعمل بها. الله تعالى يقول: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني هذه هي الوسائل اللي من خلالها أنت أيها الإنسان تعمل، يجب أن تعمل. لذلك قال في آية أخرى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اعملوا بها. هي أدوات، وأسماء الله الحسنى كنوز. كيف كنوز؟ يعني من أراد أن يكون ممكنا في الأرض فعل اسمه القدير، اسم الله القدير. من أراد أن يكون غنيا في الأرض فعل اسمه الغني. من أراد أن يكون من أهل العلم في الأرض فعل اسمه العليم، لأن الله تعالى علمه هذه الأسماء، علمه تفاصيلها، علمه خصائصها، صفاته، فأعطاه كيف يفعلها. لذلك من أراد العلم قال له: فعل اسمي العليم. وفعله لا يعني معنى أنك تكون أنت العليم على الله، لا، لأن فوق كل ذي علم عليم، الله سبحانه وتعالى هو العليم. فأنت لن تكون إلا منفذا لهذه الصفات بقدر ما تملك من خصائص. كيف يعني؟ يعني لا يكون الإنسان هو الإله، لا، إنما يكون سيدا لكن ليس الإله. الإله بيده الأمر. طيب الإنسان ما وظيفته؟ تنفيذ هذه الصفات، تفعيلها. يعني خلينا نقول اسم الله الغني، إيش الصفات اللي موجودة في هذا الاسم؟ الاستغناء، الوفرة، الكرم، العطاء. فإذا الإنسان يريد يكون غني عليه أن يكون معطاءً، لأن الغني يعطي. الغني دائما عنده وفرة، شعور الوفرة، شعور إنه أنا عندي. ولذلك الناس في هذه النقطة بالذات، يعني مثلا مسألة الغني، الفقير يبقى فقيرا لأنه يشعر بالفقر، فلو كان مستغنيا بالله لما شعر بالفقر. لو كان مفعلا لاسمه الغني حتى الشعور لصلح لديه. ولذلك في ناس اللي لما تقول أنا ما عندي مال أو ما عندي شيء، معناه هو ما شايف نعم الله تعالى ولا يستغني بها، بمعنى إنه هو ما شايف الإمكانيات اللي الله تعالى معطينه إياها ووفر له إياها وجالس يشتغل عليها. ولذلك كل إنسان لديه ميزة مختلفة عن الإنسان الثاني، لأن الله علم آدم الأسماء كلها، فكل إنسان متمكن في شيء. أنت في شيء مميز عندك غير عن الآخرين، هي هذه منطقة الغنى لديك. في ناس متميزة في، خلينا نقول في ناس متميزة في التجارة، عندهم ذكاء تجاري. في ناس متميزة في مهارة تصنيع الأشياء. في ناس مميزة في الرسم. الشيء الذي أنت مميز فيه هي منطقة التمكين عندك في الأرض، تجعلك سيدا. فإذا كنت سيدا متمكن بعد ما تفعل هذه الأسماء تصبح سيدا، تصبح صح فعلا خليفته في الأرض. ما ينفع تكون خليفة وأنت ضعيف، ما ينفع تكون خليفة وأنت فقير، ما ينفع تكون خليفة وأنت لا تملك من العلم شيء، ما ينفع تكون خليفة وأنت متقهقر أو متكاسل أو لا تفعل أسماءه الحسنى، ما ممكن. ولذلك الله تعالى قال: وعلم آدم الأسماء كلها. لماذا؟ حتى تكون أهلا للخلافة.
عشان تكون أهل للخلافة في الأرض، عشان تكون سيد. فإذا كنت سيدا وفعلت أسماءه الحسنى كنت ممكنا في الأرض، فإذا كنت ممكنا في الأرض ها خضعت لك الأرض، إن الله سخر الكون لك. ما أنت السيد، والسيد دائما ماذا يأمر؟ السيد ماذا يأمر؟ فالإنسان يسأل نفسه، إذا أنا عندي مشكلة ما أو أنا ضعيف في جزئية ما، معناته أنا عندي خلل في اسم الله المرتبط بهذه الجزئية. إذا عندي فقر في المال فعندي خلل في تفعيل اسم الله الغني. إذا عندي خلل في الرزق معناه عندي خلل في تفعيل اسم الله الرزاق. إذا عندي خلل في أن الناس مثلا تحسدني وتؤذيني ودائما أتعرض للحسد، معناه عندي خلل في اسم الله الحفيظ. إذا عندي يعني دائما أقع في مشاكل، معناه عندي خلل في اسم الله المؤمن. دائما في مطبات. بالنسبة للأوراد، هل في أوراد معينة نقرأها عشان التمكين والنصر في الأرض؟ هناك آيات كثيرة في ذا الموضوع، لكن على فكرة بالنسبة للتمكين ممكن اسم الله القدير، ممكن اسم الله القادر، ممكن اسم الله القوي على فكرة تفعيله، بس ما مجرد إن أنا أقول الورد، بقدر ما أنا أفعل الاسم نفسه. طب إيش العلاقة؟ ما أنت عشان تكون ممكن لازم أول شيء يكون عندك هذه المهارة. بمعنى يعني واحد يريد يكون رسام، طيب لازم يكون عندك مهارة الرسم، لازم تتدرب عليها، لازم تستخدمها. يعني ما ينفع واحد يقول لك أنا أحب أكون رسام بس في نفس الوقت أنا ما لا أتدرب على الرسم، لا أعمل في الرسم، ولا أعمل رسومات، ولا أحاول، ولا أخطئ، ولا يعني كيف تكون رسام؟ طيب أنت تريد أن تكون سيدا في الأرض، طيب كيف تكون سيدا في الأرض؟ ما ينفع تكون سيدا في الأرض دون أن تبذل جهدا وتسعى، لأن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما ممكن أنت، في ناس تقرأ الأوراد لكن في المقابل يقرؤون الأوراد بس ما يطبقوها. فالعملية ليست فقط ترديد الأوراد، وإن كانت الأوراد لها أثرها في 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 حياة الإنسان، لأنه خاصة إذا كانت الأوراد قرآنية أو ذكر من القرآن. من ضمنها إني مغلوب فانتصر. بالضبط، لابد أن نسعى لنكتسب أسباب الخلافة، أو إنه إحنا بسعينا نفعلها. نعم، لابد إنه أنا أسعى. فما ينفع يعني أنت تريد تكون في شيء معين مميز، ما أنت لازم أول شيء تفعل ذلك الشيء. ولذلك التمكين لا يأتي إلا بعد أن تكون خبير، وقبل الخبير تكون عليم. يعني لابد أنك أول شيء تتعلم. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وعلم آدم الأسماء كلها. طيب واحدة تقول لكن إحنا هل نولد إحنا بالعلم؟ طيب الله تعالى وإيش قال؟ علم آدم، يعني أصلا الله تعالى معطينا المهارات ومعطينا العلم، إذا ليش إحنا نولد وما موجودة؟ من قال إنها ما موجودة؟ موجودة، لكن ماذا يحتاج منا؟
أن نذكرها. وقلنا ما هو الذكر؟ الذكر أي استذكار ما كان موجود سابقا. فكلمة الذكر يعني في شيء كان موجود فنحن نذاكر. ولذلك دائما يقولنا واذكروا الله. طب كيف أذكر الله؟ ولله الأسماء الحسنى أذكره بأسمائه. وكلمة أذكره أي أفعله لأنه موجود. طب واحدة تقول كيف أفعل؟ اسأل في الصفات حتى تعرف الأفعال. يعني اعرف صفات هذا الاسم واعرف إيش الأفعال المرتبطة فيه وبعدين نفذ هذه الأفعال. ابحث واسأل الله تعالى أن يدلك. لذلك كلمة إياك نعبد وإياك نستعين أي أيها الإنسان بعبادتك لله استعن به حتى يهديك الطريق المناسب ويذكرك ما علمك سابقا كيف تفعل أسماءه الحسنى. أردت الغنى اسأله كيف تفعل هذا الاسم. أردت أن تكون من أهل الكرم أو من أهل الحكمة أو من أهل اللطف أو من ممن يعني مثلا واحدة عندها مشاكل حتى مع زوجها مثلا اسم الله الجامع كيف أفعل هذا الاسم. اسم الله القيوم. فإذا الإنسان يفترض إيش؟ يتفكر كذا يفكر. ما يقول أنا خليفة الله في الأرض. لا، ما كلنا خلفاء العلم. حتى لا يظن الإنسان إنه أنا ما إني إنسان يعني خليفة الله في الأرض. لا، فقط الذين يذكرون الله، الذين يتقون الله، الذين يعبدون الله في أسمائه. وكلمة يعبدون أي يفعلون ويطبقون وفق قوانين الله وأوامره وسننه. هو هذا يستحق أن يكون خليفة، هو هذا يستحق أن يكون ممكن في الأرض. طيب ما نتائج التمكين؟ يعطى القدرة. فإذا أعطي القدرة أعطي الأمر. يعني كان الله يده التي تبطش وسمعه الذي يسمع ويده ورجله التي يمشي بها. بكرة إذا بغى شيء الله تعالى أجرى على يده الخير. فمثلا إذا كان الإنسان مفعل اسمه الغني وخلاص صار ممكن، أجرى الله وفق أوامر الله. يعني ما يصير غني بالسرقة، لا، يصبح غني بالسعي الحلال. أنه في قوانين الله تعالى وضع لنا قوانين عشان كده اسمها تنفيذ المهام. فأنا اخترت أنه فعل اسم الله الغني. طيب أنت تريد فعل اسم الله الغني، إذا اخترت الطرق اللي الله تعالى أقرها لك. بعد ذلك إذا فعلتها اعلم ما إلها علاقة. على فكرة ما إلها علاقة. أنت يعني تؤمن أو لا تؤمن بالله ما إلها علاقة. لماذا؟ لأنه هذه الله تعالى جعلها للبشر كلهم. فعلت اسم الله الغني بالطرق الحلال أعطاك التمكين. إيش يعني التمكين؟ أي أجرى على يديك الزيادة بحيث إنك أنت ما تلمس شيء إلا يبارك ويصبح غنيا وفيه نمو وفيه ازدهار. لأنه أنت متمكن فاستحققت بذلك فضل الله تعالى عليك إنه جعلك غنيا بسبب أنك أنت تعلمت تدربت أصبح عندك فكرة وخبرة عن الموضوع فأصبحت ممكن. نحن نقول كلمة التمكين. إيش يعني التمكين؟ أي إنه دائما إيش؟ يراجع نفسه، يذاكر، يتذكر. وساعتها الإنسان في هذه الحالة يصبح ممكنا. ما معناته ممكن؟ مجرد إنك أنت إنسان يعني تصبح خليفته في الأرض. لا، الله تعالى يخلفه من يتبعه. الأرض من يرثها؟ من يرثها؟ الله تعالى وعباده من؟ المؤمنين. من هم المؤمنين؟ الذين يتبعون التعاليم، القوانين، السنن، يفعلون أسماءه.
ساعتها هم يستحقون التمكين. ولذلك الله تعالى قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الغنى، قال: انبئوني بأسمائهم. الغنى، الكرم، الفضل، الخير، الأمان، الحفظ، القوة، قال للملائكة: خبروني. هذه أي الأسماء؟ عجزت الملائكة عن ذلك، عجزت، في حين الله تعالى أعطى هذه المعرفة وهذه البيانات، أعطاها للإنسان، أعطاها للإنسان. طيب الإنسان كيف يشوف؟ يفعلها، يذاكرها، يراجعها، فيذكر الله، فيذكر الله. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إحنا ما نملك إنه نعلم شيء، يعني هو في علمك يا الله، إحنا ما نملك إلا ما علمتنا، إلا الذي أمرتنا به، ما نملك شيء آخر، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم، يعني قال له: خبرهم بأسماء هؤلاء اللي هم الغنى، الوفرة، الأمان، الحفظ، الغيرة، كل الأسماء أسماء الله الحسنى. قال: أنبئهم. فلما أنبأهم إيش قال؟ فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات، إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لتعلم الملائكة ولتعلم المخلوقات كلها أن ليس لهم من الأمر شيء إلا ما يأمر الله وما يشاء الله. وحتى أنت أيها الإنسان، ليس كونك خليفته في الأرض بمعنى أنك أنت تملك المعرفة، لا، لأن الله تعالى من هو العليم، هو الحكيم. لاحظوا الآية: إنك أنت العليم الحكيم. وأعلم في الآية اللي بعدها يقول: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلا يظن الإنسان إن كونه خليفة الله في الأرض يعني أنا السيد، لا، في حد رقيب عليك، في حد أعلم منك، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وما راح تستطيع إنك أنت تكون مميزا أو ممكنا في شيء إلا بأمر الله، بعد أن تسعى وفق أوامر الله. فإذا سعيت وفق أوامر الله، الله تعالى عنده وعد حق: أحسنت في العمل أحسن الله إليك، أسأت في العمل أسأت لنفسك، لأنه من أحسن لنفسه ومن أساء الإنسان يعرف. ولذلك الله تعالى قال أيضا: أما من أعطى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هندل الطريق ونسهل عليه. والثاني اللي هو كذب بالحسنى، يسر إلى ماذا؟ إلى العسر، إلى الانهيار، إلى التخبط. لذلك حتى في حياتكم، لما تشوفوا في تفاصيل حياتكم، في أمور تحسوها معرقلة، وفي أمور لا ماشية، معناته الأمور اللي معرقلة في حياتكم معناه عندكم خلل في ذلك الاسم من أسماء الله الحسنى المرتبط بها، في خلل في أوامر الله وتنفيذ المرتبطة بذلك الاسم. فاللي عنده مثلا، اللي عنده مشاكل في علاقاته، معنى عندك مشكلة في تفعيل اسم الله الجامع، في أشياء أنت تعملها غلط. مثل أنت ممكن تكون شخص عصبي، ممكن تكون شخص إيش أصلا ما من النوع اللي يحب إنه يصلح، عندك أنانية،
مستعجل تسيء الظن، فذي كلها ما تتفق مع اسم الله الجامع. كيف تكون جامعا وأنت تسيء الظن؟ لما واحدة مثلا تقول أنا علاقتي بزوجي سيئة لأنك تسيئين الظن، فلا يتفق الجامع مع إساءة الظن. واحدة تسيء الظن بزوجها، فكيف يجمعها الله زوجها؟ نعم، فالذي تأخر في الوظيفة عليه أن يفعل اسم الله الغني، اسم الله الرزاق، اسم الله الباسط، كل ما هو يتعلق بالرزق. اسم الله مالك الملك، اسم الله الوهاب، فعل. وهذه الأسماء هي التي تأتي بالأرزاق. في خلل، معنى في شيء خلل، لأنه أحيانا الإنسان ماذا يظن أن الرزق مجرد يقول أنا أريد ويحصل عليه. طب الله تعالى يقول لك اعمل حتى تحصل عليه، حتى تمكن. ولذلك في ناس ما انتظروا الوظيفة لكنهم فعلوا اسم الله الغني فأغناهم الله دون الوظيفة. كيف فعلوا؟ شافوا قالوا إنه أنا غني مثلا بمهارة معينة، أنا عندي مهارة معينة، طب ليش ما أشتغل عليها؟ ليش ما أشتغل عليها هذه المهارة؟ ليش أنا أنتظر؟ وللعلم الناس تعتقد أنه المهارة يعني لازم يكون عندي مال. في ناس تقول ليش أنا لازم يكون عندي مال عشان يعني أفعل مهارة معينة. من قال؟ ما صحيح. الله تعالى عندما تريد، شوفوا هذا يعطيكم إياها قاعدة، سبحان الله، ما هي خلافة. أنت عندما تكون خلافة، رأس المال لا يعني فقط فلوس. رأس المال هي مهارات، هي قدرات، هي إمكانيات، هي أدوات. يعني ممكن يكون عندك رأس مالك علمك، ممكن يكون رأس مالك مهارات لسانك، ممكن يكون رأس مالك خيالك. الناس ماذا ترى إلى الخارج؟ مع أن المال ليس سوى أداة، مثلها مثل أي أداة على الأرض، لكن الناس تتعلق بالمادة، بالمال، في حين إنه عندهم أدوات. أصلا الله الغني، الله غني، من أسمائه الغني، فكيف يخلقك فقيرا؟ الله ما خلقك فقير، أعطاك من الميزات ما أعطاك، ما ميزك عن غيرك. معنى طيبة كلمة إنه جعلك خليفة، معنى أعطاك ميزات، أعطاك صلاحيات، أعطاك أشياء. ما معقولة تكون أنت خليفة وما عندك ميزات. يعني مثل لما أنا يعني أقول يعني مثلا أنا عندي شركة مثل ما قلت لكم مؤسسة، وخليت فيها مدير، خلي مدير وما أعطي صلاحيات، ينفع؟ طب مدير عشان ويش وما عنده صلاحيات؟ لا يقدر يقرر، ما معطنه إمكانيات، ما معطنه شيء، ما معطنه ميزات عن غيره، كيف يستطيع أن يدير؟ ولذلك الله تعالى أصلاً معطنك، لكن الإنسان ماذا يقول؟ الإنسان اللي هو اللي أصلاً ما يفعل اسم الله تعالى، وش يقول؟ يقول ما عندي إمكانيات، في حين في واقع الأمر الله تعالى لا يضعك في مكان إلا وقد أعطاك الإمكانيات. إلا وقد أعطاك الإمكانيات. ما ممكن. طيب نيجي بالنسبة للسؤال محفوظة، إذا كانوا زوجين متزاعلين بالشهور كيف نفعل اسم الله الجامع كزوجة؟ أن تحسن، تحسن في سلوكها فتتلطف، وتحاول أن تفعل الأشياء التي تجعلها تجتمع بزوجها، تعرف ما الذي يرضي هذا الزوج، ما مداخل هذا الزوج، ما شخصية هذا الزوج، كيف أتعامل مع هذه الشخصية. فلا بد أول شيء أن تعرف عنها علم. الذكر محفوظة، إحنا قلنا خمس مستويات أصلا لتفعيل أسماء الله.
أولها يبدأ بالجسد، الأفعال، إنها تتقرب، إنها تحاول إنها تكون ألطف، أفعالها البسيطة. بعدين تتعلم. إيش تتعلم؟ يعني تعرف أكثر عن شخصية زوجها، مداخله، مخارجه، كيف أتعامل معه، كيف أتكلم معه، متى أوقف عن الكلام، ما الأشياء التي ترضيه وما الأشياء التي تغضبه. تعلم مرحلة العلم، مع الوقت تصير عندها مهارة شوي شوي، تصبح خبيرة في الأمر، فيصلح الله لها علاقتها بزوجها. إحنا المشكلة المرأة لما تتزاعل أو تزعل من زوجها أو يحدث خلاف أو شقاق بينها وبين زوجها، كل تفكيرها إنه الشخص الآخر يفترض إنه هو يصلح نفسه. لكن الأصل أنت إذا كنت تريد الإصلاح أنت اسعى للإصلاح، فأصلح سلوكياتك حتى يصلح الله لك علاقاتك مباشرة. فأغلب الناس ماذا تفعل؟ أغلب الناس تقول لك أنا لا، هو يتصلح، هو يتغير، لا، وتسعى أنه هي تغيره. الإنسان يفترض يشوف إيش الخلل الموجود عندي وأبدأ أنا أشتغل عليه حتى أمكن. فإذا مكنت خلاص أعطيت مباشرة، إذا مكنت أعطيت. لكن إذا أنت أصلاً جالس مكانك وتريد الكون كله يشتغل عشانك، ما رح يشتغل، اطمن. لأن الله تعالى عنده سنن، هناك سنن الله تعالى أقرها لك في قوانين. إحنا ما هنخلص إذا في أسئلة كثيرة حبيبتي. نحاول بس إذا 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 ممكن ترجعوا إلى سلسلة أسماء الله الحسنى اللي إحنا شغالين عليها في القناة، لأنه ما أقدر أجاوب على كل حاجة بس عشان الوقت. معلش، علاقتها بابنتها سيئة، تفعل اسم الله الودود، فعل اسم الله الودود. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. شوفوا التكريم، شوفوا التكريم إيش يعني. يعني الله سبحانه وتعالى سخر لك حتى الملائكة، فالملائكة تعمل لأجلك، نحن نعمل لأجل الله، نعمل في مرضات الله وفق أوامر الله، نحن عباده، ما خلقنا إلا لنعبد. ما هي العبادة؟ تفعيل أسماءه وفق قوانينه وسننه وأوامره. طيب، لما الله تعالى جعلني أنا الخليفة، إذن يفترض اللي تحتي إيش يكونوا؟ متبعين، ينفذون، ينفذون. طيب، متى تنفذ هذه الكائنات بما فيها الملائكة ما أريد؟ متى تنفذ؟ ما أريد أنا الإنسان؟ متى تصبح الملائكة معي؟ متى يصبح الكون كله معي وينفذ ما أريد؟ إذا كنت وفق ما شرع الله. نعم، ساعدها الله تعالى يجعل الكون مسخر تحت يديك. إذا كنت متبعا لأوامر الله مفعلا لها، يعني لا تخالف ولا تفسد، الله تعالى سيجعل الكون تحت يديك. ساعتها تكون فعلا خليفته في الأرض. أما إذا خالفت خلاص، إذا عاندك الكون فالكون مأمور إنه هو متى يكون معك. الله تعالى أمر الكون يكون معك. متى يكون معك الكون؟ إذا اتبعت، لأنه أصلا الكون يأتمر بأمر الله. الله تعالى آمر للكون، أمر الكون وما فيه وما خلق كل الأشياء اللي الله تعالى خلقها.
الله تعالى أمرها ماذا؟ أمرها إيش؟ أن تنفذ أوامرك، بس بشرط تكون أنت أولا مؤمنا بالله متقيا لله، لأنه إيش؟ وأما من أعطى واتقى، يعني بذل ثم ماذا؟ اتقى، أي ائتمر بأوامر الله وصدق بالحسنى. صدق بالحسنى، ما هي الحسنى؟ أوامر الله وقوانينه، أسماؤه الحسنى، صدق بالحسنى يعني فعل أسماؤه الحسنى. الله تعالى ماذا قال؟ سنيسره لليسرى، أمور على طول بتمشي. أما إذا كان العكس، كذب، كذب بالحسنى، بمعنى ما فعلها، عندها إذا تتلخبط أمورك، سنيسره لليسرى، أنت كذا كذا ستيسر، لكن لماذا؟ للخبطة، للبهدلة، لأمورك تتعثر إلى آخره. فعلى الإنسان أن يعمل بما أمر الله. ولذلك في شيء معين فقط لا يأتمر بأوامرك، إيش هو؟ في كائن مخلوق لا يأتمر بأوامرك، الشيطان وأعوانه. بالضبط، الشيطان وأعوانه. لماذا؟ جزاك الله خير أم رماس، فعلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ولذلك عدوك، عدوك أيها الإنسان إبليس، عشان كذا إبليس مترصد، ما أنت ما هتأمره ويقول لا هذا خليفة الله، أنا لازم شو اسمه ما أقترب منه، ما أؤذيه، لا إلا يؤذيك، إلا يتسلط عليك، إلا يدخل عليك هو وعشيرته وأعوانه، ممكن يكونوا أعوانه من البشر أنفسهم. ولذلك عليك أن تحذر، الله تعالى يخبرنا أنه عليك أن تحذر، وانت ساير في الأرض أيها الإنسان اعرف أنه في لك عدو، هذا العدو ما راح يخليك تتهنى، ما راح يخليك تعمل، بس اعرف أنه ترى كيد ضعيف راح يكيد لك، لكن اعرف أنه كيد ضعيف. متى سيكون كيده ضعيف؟ أيوة، إذا كنت ما إيش مع الله، فإن كنت مع الله لاستطاعت عليك، ما استطاعت عدوك، ما يقدر يتقرب منك، وأعطاك أداة للحماية، أعطاك أداة للحماية، سورة البقرة، سورة البقرة، شوفوا كيف، شفتوا الحماية الآن من أين أتت؟ أعطاك سورة البقرة، إن قرأتها حمتك، فلا يستطيعها البطلة. واللي باغي تفاصيل أكثر مثل ما قلت لكم في سورة البقرة، ترجع أيضا لليوتيوب، أنا شارحة فيها بالتفصيل فضل هذه السورة. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولذلك الإنسان أول مخالفة فعلها الإنسان هو أنه خالف هذا الأمر، فحق عليه أمر الله، إذا أنت خالفت هتحصل لك العقوبة، من يخالف تحصل له العقوبة، فمن يتبع الشيطان يكون تبعا للشيطان ويكون رهنه. وذلك الله تعالى قلنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الفكرة هنا أنه لا تقرب هذه الشجرة، يعني لا تأتمران في أمور بغض النظر وش اسمها حبيبتي رقية، يعني إحنا ما هي هذه، لأن الله تعالى لو أراد أنه يعطينا إياها اسم هذه الشجرة لأعطانا إياها وقال بس ما مهم اسمها، والشجرة رمزية
يعني الشجرة ترمز لشيء معين، إنه في جزئية معينة ما تتقرب منها. البعض يقول إنه اسمها الزقوم، وبعض كل يقول يعني حسب ما ورد، لكنه ما مهم فعلا ما هي هذه الشجرة. الفكرة هي إنه هذه شيء محرم لا تقربه. ما أنت عشان تكون خليفة لما نعطيك أوامر وأعطيك نواهي نفذها، بقول لك ما تروح لا تفعل هذا الأمر، خلاص لا تفعله، افعل هذا الأمر، افعل هذا الأمر. ولذلك أول ما تفعل ما هو مخالف تستحق عليه عقوبة ما خالفت. هل في أوقات العذر أستطيع قراءتها؟ في أوقات العذر استمعي لها، استمعي للسورة، يعني شغليها في البيت، شغليها في المكان الذي تكونين فيه. وإذا أردت قراءتها بالعين بإذن الله تعالى ما في بس، فقط بالعين دون أن تنطقي، خاصة في فترة العذر أن تقرأيها بالعين. نعم من الهاتف، من الهاتف، لكنه يعني لأنه هو موضوع فيه خلاف، وهذا موضوع فيه خلاف، دعونا يعني ما ندخل في مواضيع الخلاف لأنه هذه فيها أحكام. لكن إن كان ولا بد بالعين من الهاتف، يعني الإنسان أحيانا ممكن يكون مضطر، يكون خائف فيحتاج إلى أمان، والقرآن أمان. يعني مثل شخص ممكن يكون أصلا ممكن يكون في شيء خوفه، فراح قرأ المعوذات تلقائيا، قرأها بشكل تلقائي، يعني واحدة مثلا حائض، تروح قارية المعوذات، فعندها يعني تقول قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق، لا شعوريا، فعندها هذه يعني هي في هذه الحالة ما يؤخذ عليها، لأنه هذيك ردة فعل الفطرة، ردة الفعل الفطرية للإنسان. لكن الأصل إنه هو يعني إنه نكون على طهارة، الأصل إنه نكون على طهارة، لأنه يعني البعض يقول أن الطهارة طهارة يعني ليست طهارة البدن، ويقصد به طهارة القلب وطهارة العقل، طهارة الفكر، طهارة الفطرة، البعض كذا يقول، والبعض يقول لا يلزم أيضا طهارة الجسد، وهذه مسألة خلافية ما ندخل فيها، ولست أنا أهل لأن أفتي في هذه المسألة، عشان بس يعني ما أدخل في شيء ليس لي فيه. إذن وصلنا هنا إلى نهاية جلسة اليوم. اليوم إحنا أخذنا جزئية هي إن الله سبحانه وتعالى جعلنا خلائفه في الأرض، إن كنا خلائفا في الأرض علينا أن نعمل أولا بما الله أمر، ووفق ما الله أمر، ووفق ما علمنا الله. ماذا علمك الله؟ الله تعالى علمك أسماءه، ولذلك ولله الأسماء فادعوه بها، اذكروا هذا الشيء. طبعا بحر أسماء الله واسع واسع واسع، وما شاء الله الإنسان الذي يفهم في بحر أسمائه الحسنى، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، وتلقيه يتمكن منها، فيمكنه الله تعالى منها. لذلك أنا واجد أنصح في علوم أسمائه الحسنى، واجد أنصح فيها، يعني من أراد التمكين في شيء معين يقرأ عن الاسم المرتبط، ما بس يردده، يعني فوق أنه يردده أذكار باللسان بالجسد، عليه أيضا أن يتعلمه علم، يتعلمه ثم يصبح لديه مهارة ثم يتوسع. تعلميها أول شيء حبيبتي مريم، يعني لازم أول شيء نتعلم هذه الأسماء،
ولذلك بتلقيه كثير يعني في اليوتيوب الحين صار في كثير 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 يعني حلقات عن أسماء الله الحسنى. عاملين في كم حلقة إحنا منزلين ومن ساعة ساعة إلى ساعتين حلقات، حلقات طويلة فيها تفاصيل تفاصيل. فشوفوها في القناة في اليوتيوب، قناة إشراق النور. وإن شاء الله إحنا مكملين بإذن الله تعالى. إن شاء الله هذا الأسبوع إحنا توقفنا فترة، لكن هذا الأسبوع بإذن الله تعالى سنكمل، وفي كتيبات معها إن شاء الله، وسنرسلها أيضا مرة ثانية هذه الكتيبات. في كتيبات مع هذه الأسماء، عاملين كتيبات. بعض الأسماء ما تمكنت إنه أنا أعملها كتيبات، لكن إن شاء الله راح أعملها بإذن الله تعالى. فيها كتيبات تفصيلية حتى، فممكن إنه إحنا نستزيد منها. وفي كتب كثيرة في أسماء الله الحسنى، في كتب كثيرة سواء كان في علم السابقين أو في علم اللي هم في عصرنا الحديث، كثيرة ما صعب علينا. المهم إنه أحيانا الله تعالى يفتح عليك بذلك الاسم ما لا يفتح على غيرك كلما تعمقت. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. اللهم وفقنا ويسر لنا، اللهم فهمنا ما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر لنا أمرنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا، اللهم واهدنا وتقبل منا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استغفروا حتى ينتهي الأذان. بارك الله فيكم، استودعكم الله، تركتكم في ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.